رؤية أخرى أيضا تتكلم عن سيناء وتقول تحولات وتحركات سريعة وضخمة في سيناء تحت تعتيم إعلاني رهيب. يعني هناك أمور كثيرة تحدث في سيناء احنا مش شايفينها. وهذا إخواني يعني تكلمنا يعني الضروري، يعني في أمرين ضروريين يجب أن يحدثوا في غزة. الأمر الضروري الأولاني يجب تهجير أهلها، قلنا في سيناء يعني سيناء يقطنها أقل من 2 مليون نسمة، وقلنا أنه تم قسمة سيناء طوليا، يعني قسم يعني ملاصق للأرض المقدسة وقسم ملاصق لمصر نفسها. القسم الملاصق للأرض المقدسة 30 ألف كيلو، والقسم الثاني تقريبا أيضا 30 ألف كيلو. وسيتم إجبار الناس اللي ساكنة في القسم الأولاني في إيش؟ لهجرة لفين؟ للقسم الثاني. وهذا عليه تعتيم يعني عملية التهجير. والقسم الثاني إخواني من باقي الرؤى وأيضا من متطلبات صفقة القرن أن يتم عمل بنية تحتية ضخمة، مشاريع قوية وعظيمة في القسم أو في الشريط الملاصق للأرض المقدسة حتى يتم استخدامه لاحقا في تهجير أهل الأرض المقدسة إلى هذا المكان. ونذكر إخواني هذه خطط الشيطان ولا يشترط أن تحدث، مش أنه والله الشيطان خطط لهذا الشيء من لازم يصير، لا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.